يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. مثل ما منعرف الميلاد هو ذكرى دائما منعيشها منجدد هيدي الذكريات بالتضحية ومعاني التضحية. بهذه الأيام اللي عم نعيشها والانتصارات اللي حققها الجيش السوري كان في تضحيات، شهدائنا الأبرار قدموا الغالي والنفيس وأمهاتنا قدموا أبنائهم لحتى نعيش هيدي الأيام بذكرى الميلاد. بدنا نقول الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا والشفاء لجرحانا اللي قدموا كل شيء بيقدروا عليه لحتى نكون موجودين هون نحتفل بهيدي الأعياد. بدنا نقول اليوم للسيدة كفا كنعان وهي والدة شهيد وكاتبة أيضا، يسعد صباحك وميلاد مجيد عليك. صباح النور لإلكم. سعد صباحك ست كفا، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير لإلكم. قبل ما نبلش بحوارنا رح نكون معك ومع مشاهدينا بحفل ارتقائية الشهيد مجد رزوق ورفاقه، منتابع سوا بالدقائق القادمة ومنرجع. مجد هو كل شهيد، وأم الشهيد مجد هي أم كل شهيد في سوريا. في حضرة الشهداء والشهادة تنحني القامات إجلالا لهم، حفل تكريم لذوي الشهداء يحتضنها دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية ضمن إحياء ذكرى استشهاد مجد رزوق ورفاقه، وإجلالا لأرواح شهداء الكلية الحربية. لولا طهر دماء هؤلاء لما استطعنا أن نقاوم اليوم، وهذه المدرسة مدرسة المقاومة مستمرة بفضل تضحيات هؤلاء الأبطال، وإلى النصر الأكيد بإذن الله في سوريا وفي فلسطين ردا للظلم الحاصل على المنطقة. يبارك ارتقائية الشهيد مجد وكل شهداء سوريا، مرورا بشهداء الكلية الحربية، وبهذه المناسبة تترحم على جميع شهداء سوريا، والمجد والخلود لسوريا دماؤهم هي التي ستزهر وهي التي ستكتب تاريخ النصر بإذن الله. سنة بعد سنة عم تحاول أم الشهيد أن تعمل أشياء تخلد ذكرى وتخليها منارة للأجيال، ككتاب يوم ليس كباقي الأيام، واليوم عم تجهز لإطلاق فيلم عن ابن الشهيد مجد. فهون بنعرف أنه ذكرى الشهادة هي أنبل ما يمكن أنه نعلمه للأجيال. نحن دائما نفتخر ونعتز بالشهادة وكل اللي راحوا إخواتنا وأهلنا، ونحن دائما متواجدين بهيك فعاليات، وألف الرحمة على الشهداء جميعا. تضيق الكلمات ليتسع الكون أمام عطاء شهداء الجيش العربي السوري، أشرف الناس ومنارة الأجيال القادمة. مجدد الصباح لك ست كفا، اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه وميلاد مجيد. يعني تابعنا جانب من هيدا الحفل، يعني بدايه خلينا نحكي وخاصه اليوم يعني عم نحتفل بميلاد السيد المسيح، يعني اهميه احياء ذكرى الشهاده كل يوم دائما ان تكون الشهداء حاضرين بكل مناسبه وبكل يوم بحياتنا. بدايه بشكر هالاستضافه بهاليوم المبارك ميلاد السيد المسيح عليه السلام، واقدم التهاني والتبريكات للجميع آملة أن يعم الأمن والخير والسلام لكل أنحاء البشرية. وبالنسبة للشهادة والشهيد فهنا نقطة مهمة يجب أن يتذكرها الجميع، أنه لولا دماء الشهداء وتضحياتهم وبطولات الجيش العربي السوري لما كنا هنا نجلس بأمان. وأنا عندما أتحدث عن الأم أو الشهيد فالأمهات السوريات انتماءهن واحد ورحمهن واحد، تقاسمنا الفخر والحزن، وتقاسم أبناؤهن الوطن والتراب بالدم والمجد والعز والفخار. فكل أمهات شهداء سوريا هي أم سورية خالدة للشهيد مجد رزوق، وأم الشهيد مجد رزوق كل أم شهيد هو ولدها. وتكريم هؤلاء الشهداء في أي مناسبة وفي كل مناسبة وطنية إنسانية قومية دينية هذا واجب وطني وديني وأخلاقي وإنساني، وليس هناك تكريم بالأحرى نقول نشكر وليس أن نكرم، لأن التكريم الحقيقي حصل عليه الشهيد عندما منحه الله تعالى جنة الخلد. لكن علينا أن نذكر دائما ونتذكر
أن من الواجب الديني والإنساني والوجداني أن تتذكر هذه الأجيال أنه لولا تضحيات الشهداء لما كنا بأمان. وأيضا هناك جانب آخر هو أن تتذكر الأجيال القادمة، لأنه الشيء اللي حصل للأجيال على مدى 12-13 سنة تعرضوا لثقافة بعيدة كل البعد عن ثقافتنا من خلال مشاهدهم للعصابات التكفيرية الإرهابية اللي حصلت في السنوات اللي مضت. فهو منشان يتذكروا على طول أنه تضحية الشهيد هي الدفع، الثمن كان غالي كتير، هو الدم والروح لحتى تبقى لنا مدارس والجامعات ورغيف الخبز والكرامة وهي أغلى ما نملك. فرب العالم، فهذا الشهيد الذي خلد أو حمل القضية الكبرى هي قضية الحق والدفاع عن الكرامة والعز والمجد والوطن، فهو يجب أن يكون حاضرا في كل مناسبة وكل تكريم. تمام، أكيد دائما رحمة لشهدائنا الأبرار، ودائما الأمة السورية كمان يعني عم بتضحي بأبنائها لحتى يعيش هيدا الوطن بكرامة مثل ما ذكرتي حضرتك. نحكي عن مبادئ التربية اللي لازم تكون حاضرة، مبادئ التربية اللي نحن منعلم فيها أبنائنا قيمة التضحية وضرورة التضحية بهيدي الأيام. لا، الأم بشكل عام من أول ما الطفل بيبدأ يروح على المدرسة، فهي شو بتعمل أول ما بتجلد له كتبه ودفاتره؟ شو بتعمل؟ بتكتب مثلا مدرسة الشهيد فلان، مدرسة الشهيد توفيق حمود، مدرسة الشهيد غسان. فهون من هون تبدأ أنه هذا الشهيد بدأ توضح له، بتوضح له أنه هذا الشهيد هو السبب لأنك أنت رحت على المدرسة، وبتزرع فيه القيم. وهي من صغره حتى بجميع المراحل هي عم تزرع بقلبه حب الوطن، حب التضحية، حب الفداء، حب زرع الخير والإنسانية، حب أنه كيف يتقاسم هو ورفيقه حتى السندويش اللي بيناتهم، وبتعده لحتى أنه يكون إنسان فاعل بالمجتمع. فهي بتسخر كل قدراتها العقلية والجسدية والمادية لأنه تنشئ هذا الشاب على حب الوطن وأنه يكون إنسان فاعل. لكن هنا تشاء الأقدار أنه علقت الحرب على سوريا، فمين الأولى؟ صارت الأم الأكبر هي الأولى أنه نحن نقدم. فهو هون بينسى الأم الصغرى لحتى الأم الكبرى نحيا بكرامة وبعزة، فهو بيقدم الأغلى لهذا الوطن. ونحن هذا الشهيد هو وراءه أم عظيمة هي مربايته ومعدته لهذا العمل. فالأم السورية على مر الأجيال كانت وما زالت وستبقى تربي بيد وتبني باليد الأخرى. فنحن شفنا بهذه الأزمة هي الأم، وخصوصا بالمرحلة هي أم لأكثر من شهيد، هي زوجة شهيد، هي زوجة جريح عم تهتم بأطفال وتهتم فيه، هي اللي عم تشتغل بالأرض بتعب وبجهد لحتى تأمن لأبنا ثمن الكتاب والدراسة ومصاريفها. فمنقول التاريخ خلد خنساء، لكن كل أم في سوريا في هذه الأزمة أثبتت أنها خنساء بحد ذاتها. تماماً. إذا بنركز اليوم على أم الشهيد، يعني عم نلاقي الأم الشهيدة تجاوزت حزنها، انطلقت لتكون أم لكل أبناء الوطن، يعني سواء من أنشطة كانت عم تقوم فيها بالمجتمع أو حتى يمكن هي مؤلفات أو كتب أو حتى عبارات عم بتكون موجودة. ست كفا اليوم إذا بنحكي عن أنشطتك أنت خلال هذه الفترة، خبرينا عنها أكثر، كيف كنتي حاضرة بالمجتمع؟ الحضور كان قبل استشهاد المجد،
فوقت اللي اندلعت الأخبار الحرب على سوريا فنحن بنعرف كيف كانت الوضع، فصار في لجان وطنية باللجان شعبية بالطرقات لحتى كتير صار فتنة. فكنت أنا والشهيد مجد في المسيرات الوطنية في تعازي في المباركة لمواكب الشهداء على الحواجز لتقديم الدعم المعنوي لهذا هؤلاء الأبطال الصامدين عم يحمونا. بعد استشهاد المجد أحسست أنه الرسالة صارت أقوى وأعظم، أنه كملي مسيرة المجد تماماً، أنه هاي الرسالة اللي خطة، وكما قلت أنه أول شيء بيكون مجد لإلك، لكن وقت المجد الشهيد هو ابن لكل أم. فهي اللي الرسالة اللي خط الشهيد بدمه وقدم هدية الله إليه روحه الطاهرة لحتى نحن نبقى بأمان، فهي الرسالة اللي خطها بدمه، هذا الواجب علينا أنه نحن نكمل هالرسالة. فنحن عنا من الدموع ما تكفي لأنه نعيش العمر كله فيها، لكن ما بتجدي نفع الدموع إلى وقتها، لكن أنه يجب إكمال المسيرة، وهذه المسيرة تكون بالوقوف مع أبناء الوطن، مع أبطال الجيش العربي السوري. نحن على مدى 12 سنة ما بعتقد في يوم مر إلا المرأة السورية بشكل عام تقدم شيء، من خلال تواجدها بالمشافة العسكرية، من خلال تواجدها على الجبهات، من خلال تواجدها في بيوت الشهداء والجرحى، سواء كانت موظفة في قطاع عام أم في أم سيدة منزل، فكله مارس دوره من خلال المجال اللي هو موجود فيه. وسوريا ولادة، فهذه الأم السورية أثبتت أنها أم جديرة، وهذا الشهيد يجب أن تكون فيه أم تليق بعظمة ما قدمه. ونحن مهما قدمنا لا يضاهي قطر الدم نزلت من شهيد أو من جريح أو من بطل ما زال كان وما زال يحمي كل بقعة في أرض سوريا. دورك ما اقتصر على الناحية الاجتماعية، كمان كان في يعني محاولات أدبية، أو خلينا أقول كتب أدبية قدمتيها لهيدا بخصوص هيدا الموضوع وبهيدا الإطار. نحكي عن هيدا الكتب اللي ألفتيها حضرتك وكيف بلشتي فيها. هلا أنا بلشت بالكتاب الأول بال 2018. مجد الشهيد استشهد بال 12/12/2012 والقبل سنتين حرب. فهالثمان سنوات فكان عندنا كم كتير، أنا طبيعتي كل يوم برجع من العمل فبوثق، لو مثلا اليوم كنا برفقة سيدات سوريا الخير على حواجز معظم المحافظات، اليوم برفقة مثلا مجموعة ثانية كنا كذا فعلنا كذا عملنا كذا، والتوثيق كان بس هيك انه احتفظ فيه من باب التوثيق يعني فقط، تماما. يعني خلينا نقول الذكريات شو عملنا خلال هيدا اليوم تماما. لكن بعد فترة هدت الأحوال وحسينا أنه الحمد لله رب العالمين البلد تعافى وصاروا أهالي، لأنه الأبطال أحيانا أول أحداث 4-5 سنين 3 سنين ما يحسنوا يشوفوا أهاليهم. فنحن بكل محافظة كنا الأمهات لإلهم، أنه أنت صحيح ما بتقدر لكن أمك موجودة هون. فبعدها حسيت أنه ما قمنا به أمهات سوريا يجب أن يوثق، فكتبت الكتاب الأول بعنوان المجد وكفى، وثقت فيه وأحسست أني كتبت جميع مشاعري في هذا الكتاب. بدأت بالكتاب الثاني عندما طبعا مجد الشهيد أنا ما في جسمان لإله، استشهد في كلية المشاة، فكنت كل ما قمت في عمل إنساني قل يا ربي أجرني وأقدر زور التراب اللي اندفن فيه مجد. فرب العالمين استجب لي، في كنت عضو مجلس محافظة في اللاذقية، ذهبنا إلى حلب لتبادل الخبرات بين المجلسين، فكانت طلبي أنه زور كلية المشاة، وهنا أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل
لجميع أصدقائي في مجلس محافظة اللاذقية ومجلس محافظة حلب على الجهود المبذولة لأني أقدر زور تراب مجد. فأنا وثقت هذه الرحلة، فهنا النقطة الأساسية للرحلة، فتيسرت أموري أنه أقدر أجيب جسمان مجد بعد سنوات تماما. فلما سألت الجهات الرسمية الموجودة بكلية المشاهد كم في شهيد جنب مجد، قال لي 107 شهداء. فأنا فكرت أنه 107 شهداء، أنا رب العالمين استجاب لدعائي أني زور تراب مجد. فأنت قديش بدك أنه 107 شهداء؟ فقلت له لا، الأرض اللي رواها مجد بدمه هي الأجدر أن نضمه. فأنا روحه الشهيد معي وهي في جنان الخلد، وهون رح يضل الجسمان. فبعد ما رجعنا من الرحلة وثقت كتاب تحت عنوان يوم ليس كباقي الأيام، تحقق فيه حلم ليس كباقي الأحلام، أنه قدرت أتيمم بطهر التراب اللي لم جسد مجد. وهذا الكتاب بيضم كل خطوة مشيتها بهذاك المجال. وتم توقيع الكتاب وتبنيته وزارة الثقافة وعرضته على المؤسسة العامة للسينما، وتم تحويله إلى فيلم ديكو دراما سيناريو وإخراج الأستاذ عوض القدرو، وتحت عنوان الأم السورية شمس لا تغيب، وسوف يتم الافتتاح قريبا بإذن الله. تم التصوير في دمشق. تم التصوير؟ التصوير وال جاهز العرض. حتى تلقيت مكالمة من وزارة الثقافة منذ قريب بإذن الله أنه الشهر الأول إن شاء الله. ناطرين إن شاء الله. ناطرين إن شاء الله يكون. وبوجودكم رح نتشرف بحضوركم وبحضور كل شريف أرض على أرض هذا الوطن. تماما. يعني اليوم عم نشوف نحن هيدي المشاعر كلياتها تجسدت به كلمات من أم سورية، هي أم شهيد، أنت أم لكل أبناء الوطن مثل ما عم تذكري حضرتك يعني. فعم نشوفه عم يتجسد بفيلم اليوم بهيدي الأيام المباركة. يعني خلينا نقول نتوجه لكل أم اليوم ما قدرت تحقق الحلم اللي أنت حققتي، تعتبري حالك أنه أنت حققتي حلم لكل الأمهات تماما، وجسدتي بهيدا الكتاب. يمكن اذا حدا بده يقرا بيحس حاله انه هو راح وقام بهيدا الفعل مثلك مثله. فاليوم شو بتتوجهي لهيدون الامهات كلهم؟ لكل ام شهيد اقول الجسد فاني، الجسد فاني لكن الروح خالده. ففي كل مجلس وفي كل موقع وفي كل تواجد، رغم الحزن والألم الذي يعتصر قلب أم كل شهيد، لكن يكفي أنها مرفوعة الرأس بأنها الله تعالى اختارها لأن تكون أما لشهيد خالد، شهيد خالد حي. أنا على طول بقول لهم أنه رب العالمين أكرم أم الشهيد بأنه عطاها أسمى لقب هي أم الشهيد، وعطى ابنه ما مات، مخلد خالد في الذاكرة، خالد في الوجدان، خالد في جنان الخلد. فبرجع قل لك يوم اللي فكرت بالكتابة لم أفكر فقط لأخلد مشاعري الخاصة تجاه أغلى ما أملك في الكون وهو ولد الشهيد مجد، لكن لأخلد ذكرى فكرة هي فكرة عظمة الشهادة وقيمة الشهيد في عند الله تعالى وعند في المجتمع وفي الحياة. وأنه هذا الوطن الذي يعيش بأمن وأمان اندفع ثمنه غال، هذا الثمن يجب أن يثمن. فنحن عندما نقف دقيقة صمت في التجمعات المدنية والعسكرية، فنحن مشان ما ننسى مرارة الألم ونعمل شيء أنه مشان ما تتكرر المأساة مرة ثانية، وهي بإعداد هذا الجيل الإعداد كما أعددنا أبناءنا من قبل لكي يكون مواطناً باراً بأمه الصغرى وأمه الكبرى سوريا. سيدة كفا، أنت مثال للأم اللي حولت ألمها لرسالة عم بتوجهها لكل الأمهات، الإبداع عم بيحقق
يعني رسالة إنسانية إنه الشهادة هي خلود للأشخاص اللي استشهدوا، وذكرى جميلة عم بتكون دائما نحيها بكل مناسبة بنمرق فيها. بدنا نشكرك على وجودك معنا، الرحمة لابنك ولأرواح شهداء سوريا كلياتهم. نورتي صباحنا الكاتبة ووالدة الشهيد كفا كنعان، نورتي صباحنا. كلمة أخيرة فقط أقول إن بلد يتلألأ بأنوار، سماءه تتلألأ بأنوار الشهداء وترابه مجبولة بدمه، لا يمكن أن تهزها رياح الغدر. أوجه أدعو الله أن يحمي سوريا وقائد سوريا وجميع أبناء سوريا، وكل عام وأنتم والوطن بألف ألف خير. شكرا لك، كل عام وأنت بألف خير. شكرا لك وأنت بألف خير.